داخل هذا المنزل المطاطي العملاق يمكن للزائرين الانزلاق في منعطفاته الحادة والاستمتاع بأجواء مختلفة، فعلى طول 120 قدما داخل سلاسل مقسمة لمناطق متنوعة يمكن لكل أفراد الأسرة الاستمتاع بممارسة تلك التجربة الجديدة. البعض قد يسقط داخل حفرة عميقة، والآخر قد يسبح بين 250 ألف كرة شفافة. ويوجد هنا منطقة شتوية حيث يتساقط ثلج مبلل حقيقي من السقف في محاولة لجلب الشتاء والصيف معا في وقت واحد. لقد اعتدنا على تساقط الثلوج في نيويورك، لكن هذا لا يحدث في الصيف، لذلك أردنا أن نجلب ذلك إلى هنا أيضا. وفي منطقة أخرى يمكن الاستمتاع بالموسيقى من خلال الفرق التي تعزف الموسيقى مباشرة مع الزائرين. كانت ممتعة حق، وقد استمتعت بها كثيرا، وسأفعل ذلك مرة أخرى. كان الأطفال والكبار يقفزون على حد سواء لأعلى ولأسفل، وتسلقوا فوق أنابيب طويلة مغلقة. وما يميز تلك المدينة المطاطية هو حجمها الكبير الذي يتيح للجميع ممارسة تجربة الانزلاق بشكل أفضل.